السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي متابعي قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، أخبار قوية جدا عن سوق العملات المشفرة، وطبعا أخبار سيئة لعملة شيبا إينو. قبل ما نبلش بالفيديو أصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلها كل جديد في عالم العملات الرقمية. أول شيء أصدقائي، حاب أتكلم عن الاكتتاب. طبعا منصة بيتجيت التي فتح الباب التسجيل على الاكتتاب اليوم. شروط الاكتتاب أصدقائي، تدخل على منصة بيتجيت عن طريق الرابط بترك لك إياه أسفل الفيديو. طبعا تنشئ حساب على المنصة وتوثق وتعمل إيداع بمبلغ لا يقل عن $50. بعد ما تعمل إيداع بمبلغ لا يقل عن $50، طبعا في عندك عندي $10,000، وكل ما زاد المبلغ طبعا بتزيد التكتات اللي بتحصل عليها. تدخل على اللانش باد وتدخل على اكتتاب عملة بوت. طبعا أصدقائي، بتعمل تسجيل، بعد 41 ساعة أو تقريبا 42 ساعة بتوزع التكتات. في هاي الخانة بيطلع لك عدد التكتات اللي حصلت عليها، وهو بيطلع لك التكتات الرابحة. كل تكت رابح بيحصل على 3125 قطعة من عملة بوت، يعني قيمة القطع بالتكت قيمته $50، لأن القطعة الواحدة بسعر 16 سنت. إذا عملت إيداع فوق $500 تحصل على تكتين، يا يعني إما التكتين بيكونوا رابحات أو التكتين بيكونوا خاسرات، أو تكت رابح وتكت خاسر. أنا عملت إيداع بقيمة $850 بحصل على تكتين. إذا ربحوا التكتين، أنا كحد أدنى ربحت $100، وممكن تطلع ترتفع العملة 3 أضعاف وأربح $300. طبعا كل الاكتتابات الماضية على منصة بيتجيت حققت أقل حد 3 أضعاف، في اكتتابات حققوا 5 أضعاف. لهيك أصدقائي، الاكتتاب هذا كأدنى حد، إذا حقق 3 أضعاف التكتين الرابحات بيكون قيمته تقريبا $300. طبعا كله مجانا، أنا ما دفعت شيء أبدا، عم بتداول بحسابي على منصة بيتجيت، طبعا بيطلع لي التكتات الرابحات. هاي بالنسبة للاكتتاب على منصة بيتجيت. اما بالنسبه لاخبارنا، خبرنا الاول اصدقائي، روسيا تسمح للدول الصديقه بالدفع مقابل الغاز الطبيعي بعمله البيتكوين. هذا الخبر من ساعه واحده فقط. نرى الخبر اصدقائي، اعلن مسؤول حكومي روسي كبير للتو ان روسيا ستبدأ في قبول المدفوعات بعمله البيتكوين مقابل صادراتها من النفط والغاز. قال بافيل زافلاني رئيس لجنة مجلس الدوما للاتحاد الروسي بشأن الطاقة، أن روسيا ستتخذ بيتكوين أثناء مناقشة كيف يمكن لروسيا قبول الدفع مقابل النفط والموارد الأخرى. طبعا قال أحد وسائل الدفع مقابل الغاز والنفط هي البيتكوين والعملات المشفرة. هاي الأخبار أصدقائي بترفع من سوق العملات المشفرة وبترفع بسعر البيتكوين بشكل كبير جدا. طبعا أصدقائي، مؤشر خوف والطمع لأول مرة من الأشهر السابقة بيلمس منطقة 47 نقطة. الشهر الماضي أصدقائي كان بقياس الخوف والطمع في منطقة 25 نقطة، والأسبوع الماضي كان كمان في منطقة 25 نقطة، وأمس كان في منطقة 40 نقطة، واليوم في منطقة 47 نقطة. طبعا أصدقائي، شيبا إينو عم تخسر عدد كبير من الهولدرز أو عدد كبير من المستثمرين بعملة شيبا إينو عم تخسرن العملة بسبب عملة بيتجيت. تكلمنا عن هاي العملة أصدقائي. طبعا أصدقائي، هاي العملة أحد العملات المنافسة لعملة شيبا إينو، أحد العملات المنافسة لعملة شيبا إينو. هاي العملة طرحت بلوكشاين خاص فيها، هذا أمر دفع بالعملة بشكل كبير جدا، وعدد الحاملين لعملة شيبا إينو عم يروحوا بيطلعوا من شيبا إينو بيروحوا لعملة البيتجيت. هذا أمر خطير جدا أصدقائي على عملة شيبا إينو. طبعا عم نشوف حركة سلبية بعملة شيبا إينو بالطبع. طبعا أصدقائي، أما البيتكوين، طبعا أصدقائي بعد كسر المقاومة العديدة عند 44,960، هلأ هدفنا أصدقائي الإغلاق فوق هاي المقاومة وكسرها. طبعا كسر هاي المقاومة أمر مهم جدا، لأنه أصدقائي كسر هاي المقاومة رح يأخذنا لمنطقة 47,000. منطقة 47,000 منطقة ضعيفة، ممكن توصلنا لمنطقة 50,000. لهيك أصدقائي، ارتفاع سوق العملات المشفرة، ارتفاع أكيد رح يجي بالأيام القليلة القادمة، لكن تحذير أصدقائي، منطقة 45,000 منطقة عنيدة، ممكن هذا الكسر يكون كسر كاذب. لهيك أصدقائي، إذا تداول عند منطقة 45,000 خطر جدا. ليش خطر؟ لأنه حاليا إذا كان كسر
كاذب لمقاومة عنيدة راح يسبب ارتداد مثل الارتدادات اللي صارت بهاي المنطقة. هاي مش أول مرة أصدقائي بيكون توصل لكسر كاذب على هاي المقاومة، خاصة بعد ما كسرت الدعم، بعد ما كان خط دعم وانكسر بقوة، انخفض البيتكوين بقوة كبيرة لمنطقة الـ34,000 دولار. لهيك أصدقائي الكسر الكاذب بيخوف كتير، والتداول بهاي المناطق صفقات اللونج أمر خطير، ممكن تضارب صفقات شورت سريعة مرابح قليلة، وستوب لوز بيكون عند كسر خط المقاومة عند 45,000. إذا تم كسر منطقة 45,000 وتم واستقرينا فوق لمدة يوم أو يومين، فهذا أمر إيجابي جدا جدا. أصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، بدمتم بخير.